ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، التوبة والاستغفار. والتوبة أي من الذنوب، لأن الذنوب مثل ما قال بعض السلف: كيف ترجو الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي؟ وشاهد هذا الحديث عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، هذه أربعة أشياء كلها من أسباب إيش؟ إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. قال: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. كيف استجاب له وهو وضع هذه السدود والموانع من إجابة دعاءه؟ ولهذا العبد يتوب إلى الله ويستغفر من ذنبه ويصدق مع الله في التوبة: أبوء بذنبي، في دعاء الاستغفار اعترف بذنبي وأقر، ثم جاء بعده فاغفر لي. فالاعتراف بالذنب: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيقدم بين يدي دعائه استغفارا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.